حرك يا ابو راشد، حرك يا ابو راشد، تحركت زعفرانه، لكن غرايب 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 الى هالزاخر الى هالزاخر. وبن معصم حاضر، حمد بن سالم بن معصم الحميري غرايب في المركز الاول. مطر بن خلفان بن كنه، مطر بن خلفان بن كنه بن كنه في المركز الاول. الحميري بن معصم، حمد بن سالم بن معصم الحميري. هالي الطويه، هالي الطويه، روح السلام لاهل العين، لاهل العين بثلاثيه، لكن مع بن معصم، حمد بن سالم بن معصم اللحظات الأخيرة. عاد بن كنة، عادوا هالي زاخر، عادوا هالي زاخر. غرايب 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 إلى المركز الأول. هذه غرايب، تانين والناموس مطر بن خلفان بن كنة الشامسي على فوز غرايب بالمركز الأول. المركز الثاني هو جيز. بن راشد بن سيف الشاوي مشاوي، ولكن راح ابو احمد، راح مختار بن احمد اللي يتابع، اللي يتابع هذه. في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق الجميل، مثيرة مثيرة. عتيد بن مطر بن حسن القبيسي على مقدمة الشوط، على هذا الاندفاع راحت بالناموس، راحت بالانطلاق الجميل. عتيد بن مطر بن حسن القبيسي يقدم هذه الانطلاقة. سلام العاصمة، سلام سلام العاصمة، سلام. عتيد بن مطر بن حسن القبيسي على فوز مثيرة بالمركز الأول. مشكور مختار بن احمد بن عبد الملك من تابع تضميرها المركز الثاني. يادي قادم من مدينة العين، قادم يقدم مزعل، يقدم مزعل، يتسلل مزعل في هذه اللحظات على المركز الأول. ل400 متر الأخيرة يا النيادي، روح مزعل، روح مزعل بالصدارة، تقدم بالمركز الأول. سلام سلام مدينة العين، تهانينا والناموس لناصر بن سيف النيادي على فوز مزعل. والله ان نادي النيادي يروح بناموسي اول اشواط المحليات. الاصايل اللي قايه من ميدان المرموم الى النيادي الى مدينه العين والصاروي على ما اظن. المركز الثاني حشيم لاحمد بن عتيق رميث، المركز الثاني. اللحظات الأخيرة، أشقر أشقر ومزعل، ولكن اللي وصل، اللي وصل وهاج مع المركز، مع المركز الثالث يتسلل أيضا. عينه على الصدارة، علي بن راشد بن ضبيع الكتبي، ولكن أرى هناك اللي بدأ بالتقدم. مزعل، عتيج بن مطر بن حسن القبيسي، التحديات مع وهاج، وهاج وهاج يتسلل يتقدم في اللحظات الأخيرة. ما هذا الانطلاق المتميز؟ عمير بن علي بن عمير الاكتبي ياتي بهذا الانطلاق. سلام سلام بالاداء المتميز لعمير بن علي بن عمير الاكتبي، وسلام سلام مع هذا الاداء الجميل ولحظات الوصول الى خط النهايه. المركز الثاني مزعل. الحذر الحذر الحذر، ما اعطتهم مجال، ما اعطتهم مجال. ما شاء الله في المركز الاول هنا في قمه الشوط. عبيد بن سعيد بن محمد المهيري يتحرك مع، يتحرك مع الحذر، لكن وصلتك بشاير. هذه بشاير، هذه بشاير اللي تبشر بالخير والانتصارات. سلامي عليك يا بن خصيبه مايد بن خلفان بن خصيبه الظاهري. الحذر مسيطره وبشاير تتقدم. الحذر بشاير، الحذر بشاير، ولكن هالي منازف، هالي منازف، ساروا بالنواميس مع بن خصيبه، بن خصيبه بن خصيبه. هذه امامكم بشاير، بشاير بشروني عنك ما يدرون عني غير بالنواميس. سلام لاهل العين، سلام لهالي منازف، مايد بن خلفان بن خصيبه الظاهري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الحذر. الأخيرة جولة الأوامر، بن خصيب وبن عويضان، بن خصيب وبن عويضان على مقدمة الشوط. راح بن خصيب، راح راح بن خصيب، يا سلام على هذا الاندفاع، هذا الانطلاق، يا سلام في هذه التحديات.
في هذه الانطلاقات، في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق. يا سلام، يروح بن خصيبة، يروح بن خصيبة، أحمد بن خلفان للمرة الثانية على التوالي. سلام سلام سلام، وتحية لأهالي منازف في العين مع بن خصيبة ولداء الجميل. تهانينا والناموس أحمد بن خلفان بن خصيبة الظاهري للمرة الثانية على هذا في هذا الصباح الجميل. تهانينا والناموس. المركز الثاني شواهير محمد بسير بن عمر. بن علي بن سعيد لوهيبي فينطلق بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول وصدورة هذا الشوط منطلقا بالفوز وبالناموس. هو تشاهدون على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هيمان يمعى بن عامر بن تريس المنصوري. هنا المحولات الأخيرة، الله الله، هذا الانطلاق وغياث من الجانب الآخر. سيل بن سعيد بن علي بن صبح الشامسي، ولكن شاهين، شاهين هو الأقرب للفوز، الأقرب للناموس. سلام سلام للسلطنة، سلام. تهانينا هلال بن علي بن سعيد لوهيبي على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية. معلن الفوز وناموس حبت الوصول. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام هيمان. يسيطر على زمام الأمور وعلى المقدمة. صقور صقور هنا على الصدارة، ركان بن محمد بن سعيد ولد السهران العمري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يسيطر كل السيطرة على زمام الأمور بدون أي أوامر. بدأت الأوامر بهذه اللحظات، اندفع بالصدارة، اندفع بالمقدمة وبالمركز الأول، اندفاعات الفوز اندفاعات الناموس. سلام سلام للسلطنة، سلام على هذا الفوز الجميل هنا وانطلاقة وتحديات صقار. تهانينا ركان بن محمد بن سعيد وتصران العمري ولحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني الحذاف مطر بن راهد بن علي بن مفتاح الزعيم عتيق مطر بن حسن. الكرام وصدارة هذا الشوط، ولكن اللي تقدمت في هذه اللحظات اللي تسللت إلى الصدارة سرابة حمد بن سعيد بن غدير الدرعي يتقدم، ولكن من الجانب الآخر شعار بالرويجدة وأيضا بقمة التحدي والإثارة بتقدم مياس اللي تسللت اللي تقدمت اللي انطلقت بناموس هذا الشوط. سعادة سيب محمد برويجدة الكتبي ولحظات الوصول اللحظات الأخيرة. مياس مياس سرابة تحاول، ولكن مياس. تهانينا لسعادة سيب محمد برويجدة الكتبي ولحظات وصولها إلى خط النهاية. سرابة مع المركز الثاني حمد بن سعيد بن غدير الدرعي، المركز الثالث الضبي سلطان بن مبارك سويد الكتبي. وقرار قلت لكم انها اخذت القرار في اللحظات الاخيرة، قدمت قرار، تقدمت قرار ما شاء الله على المركز الاول. قرار قرار على الصدارة والمقدمة. طهبيب ابو مطر بن عدود العامري، سلامي عليك يا ابو مطر، سلامي عليك يا راعي، يا راعي قرار شوط المهجنات الاصايل اللي قال يا العاشر يذهب إلى قرار، يذهب إلى قرار. تهانينا والناموس لمالك قرار طهميمة بن مطر بن عنود العامري. سلام يا العامري. المركز الثاني هزيمة لراشد بن حمد بن مطر بن عميرة بن غريب على المركز الثالث. بن حسن القبيسي سلام للعاصمة أبو ظبي. سلام 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 على هذا الأداء المميز الجميل وانطلاقة وتحديات عوايد
سلامي لبدعث الاب وانتاجه المميز الجميل. ها هي مشاهدينا الكرام عوايد، اذا من تعلن الفوز تعلن الناموس. هنا تهانينا لعتيق بن مطر بن حسن القبيسي على هذا الفوز المميز وبدون اي اوامر. شكرا يا ابو احمد، شكرا ابو احمد بدون اي اوامر. شكرا مختار بن احمد، هنا من قدمها على المركز الاول بدون اي اوامر. تذكر ورحمه وصولها الى خط النهايه معلنه الفوز ومعلنه الناموس. تهانينا. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام. المركز الثاني، ولكن وين المركز الاول؟ ادهم 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 حرك، طلع عصلالي مختار، طلع عصلالي مختار بن احمد بن عبد الملك. الله يا ابو احمد اشكرك على هذا التضمير وعلى هذا الاداء وعلى هذا الابداع. مشكور 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 يا مختار على هذه المتابعه والتركيز. الله يا سلام من الدرجه الاولى مثل ما يقول استاذ بن حضيرم، يا سلام مضمر من الدرجة الأولى مع المركز الأول، مع المركز الأول. تهانينا وناموس، تهانينا عتيج بن مطر بن حسن البيسي في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. شاهين الرموز قادم في هذه اللحظات، يقدم مناور وسلالة مناور. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، سلالة مناور وسلالة ممدوح وعجيب. غانم بن سالم بن حفص الخاطري القادم، لكن مناور مناور وعجيب، عجيب ومناور، لكن مناور غير، مناور تسلل في هذه اللحظات. سالمين، سالمين بن محمد بن سالمين العامري، اللحظات الأخيرة ما بين الخاطري ما بين بن سالمين العامري، لكن مناور مناور مناور. تهانينا والناموس لسالمين بن محمد بن سالمين العامري المركز الثاني. بناموس هذا الشوط باعدت المسافة، يرت الشوط مع هذا الانطلاق المتميز. ما شاء الله تبارك الله، رقص 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 واضح وباين على أرضية الميدان. نعايم 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 تنطلق بناموس هذا الشوط باعدت المسافة، باعدت المسافة. تهانينا تهانينا لمالك نعايم راشد بن سعيد بن حمد من مصلح الأحبابي. تهانينا لسعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي الداعم الرئيسي لهذا الشعار. ولحظات وصول نعايم الى خط النهايه. سلام سلام بن مصلح سلام بهذا الاداء المتميز. ولحظات وصول نعايم الى خط النهايه بدون اي منافس على الاطلاق. المركز الثاني عصام الابطال، يعني ما شاء الله عليه نداء جميل وتلقائي. انذار في المركز الثالث، سالم بن يمعه بن مانع الغويص، هكذا الثلاثية. لكن تحرك بن منانة، تحرك بن فايل معاه في التضمير وراح الله يا خميس يا بن فايل، خميس بن فايل اليوم في يوم السبت يفوز، ينتصر ويقدم انتصاراته مع هذا اللقاء. هذه امامكم مشاهدينا الاعزاء اللي فازت اللي نومست مالكها. هذه مراسيل مراسيل مراسيل، عون ولون يا ابو حمدان، عون ولون يا بن منانه، شكلها ما شاء الله يلفت الانظار. تهانينا لحمدان بن احمد بن منانه على الفوز والانتصار، فوز مراسيل باول اشواط المهجنات الانتاج. المركز الثاني سالم بن حمود بن ميرين قدم اعتماد. بين الاثنين، ما بين الاثنين، ولكن الاقرب مشاهدي الاعزاء عادل جوكر. ما شاء الله عادل جوكر مره ثانيه الى المركز الاول، لانه قاد الشوط من بدايته وتراجع فتره بسيطه، عاد مره ثانيه لينتزع ناموسي هذا الشوط ويهدي سلطان بن عبد الله بن دميثان القمزي هذا الفوز وهذا الناموس المستحق في هذا الاداء الجميل بجداره وباداء جميل. سلام وتحيه، سلام وتحية
تحية للقمزي وين ما يسكن وياتي بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق. الجوكر سلطان بن عبد الله بن ميثان القمزي ياتي بهذا الاندفاع ويقدم الجوكر والسلام لأهل جميرة سلام. المركز الثاني شاهين محمد بن حميد بن علي الدرعي. المركز بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطر من يقدم شايق عايق بهذا الانطلاقات والقادم عشاق سالم بن راشد بن خصيف المزروعي هنا قادم بكل قوة عينه على المراكز الأولى ولكن ناصي المسيطر على الصدارة ناصي على المقدمة هو عشاق قادم عشوق عشاق سلالة عشاق العاصفة ينطلق بهذه اللحظات إلى الصدارة ينطلق إلى المقدمة وإلى المركز الأول سالم بن راشد بن خصيف المزروعي سلوم على هذا الأداء المميز الجميل تهانينا على فوز عشاق سالم بن راشد بن خصيف المزروعي تهانينا وناموس ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني ناصي حمد بن حميد بن سلطان بن خديدة. المركز الثالث ويتم رفقية العامري ياتي بتحديات هذا الشوط ولكن هملولة مع المركز الثالث خليفة بن حميد بن محمد المشيخي بأول ندى تتسلل تتقدم بهذا الانطلاق المتميز الصدارة والمقدمة وانذار انذار انطلقت بناموس هذا الشوط لتهدي السلامات لأهالي العين ولمالكها حمد بن خويتم بن رفقية العامري سلوم سلام بهذا الأداء المتميز اللي تقدم انذار تهانينا لحمد بن خويتم بن بخيت العامري على فوز انذار بالمركز الأول والسلامات عيناوية مع هذا الانطلاق المتميز اللي قدمته انذار. المركز الثاني مرموقة حمود بن سليمان بن حمد القعنون. ندى قادمة ندى ندى خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي ما شاء الله. المركز الثاني ندى وطن 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 بن عميرة بن عميرة يتقدم بن رشيد يحاول والغفلي خادم ولكن سلام يا زاخر سلام اللحظات الأخيرة لكن جوب ندى ندى تتحرك وطن صامدة وطن صامدة وطن صامدة وندى والندى ووطن واللحظات الأخيرة اللي قادم الظبي أحمد بن هزيم بن محمد المسافر يا سلام لكن خلاص بن عميرة قفل على الناموس قفل على نتيجة الشوط تهانينا والناموس لسعادة مطر بن حمد بن عميرة الشامسي على فوز وطن بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت الصدارة رعد على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط سالم بن حمد بن سعيد بن ملهوف لقتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول تهانينا تهانينا لداعم الشعار حمد بن ملهوف لقتبي ما شاء الله. هو تشاهدونا إذا رعد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط معلن الفوز ومعلن ناموس سلام مرغم سلام سلام مرغم سلام تهانينا تهانينا لسالم بن حمد بن سعيد بن ملهوف اكتبي هنا بهذا الانطلاق والتحدي تهانينا وناموس. المركز الثاني سراب علي بن مهير على المقدمة وعلى المركز الأول حمد بن محمد بن عبيد الغفلي المنطلق على الصدارة على المقدمة شاهين في المركز الثاني قميص بن خليفة بقميص الخيالي. الله الله التحديات بين سايد وبين شاهين سايد وشاهين واللحظات الأخيرة السلوم يسلام التحدي الأخير سايد شاهين شاهين وسايد شاهين يقترب سايد مسيطر شاهين يتسلل شاهين يتسلل بهذه اللحظات
اللحظات الأخيرة. شاهين 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 الله سيد شاهين يتسلل إلى الفوز إلى ناموس. هنا قميص بن خليفة بن قميص لخيل تهانينا وناموس سلام مدينة العين. سلام على هذا الأداء المميز الجميل. المركز الثاني سيد حمد بن محمد بن عبيد لغفلي، والمركز الثالث خوف لحمدان بن أحمد. سلام يا سلام يا سلام، لكن غاية 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 على المركز الأول، غاية في شوط المحليات الأصايل، غاية العفاري متعبة قادمة، متعبة متعبة أحمد بن محمد بالعوضي المنهالي قادم على المركز الثاني، يقدم متعبة بالعوضي قادم بالبوابة يدعش، لكن العفاري العفاري راعي غاية. اللحظات الأخيرة ما بين غاية وما بين متعبة، لكن غاية مصرة وصامدة من البداية، تبغي تبغي الناموس. تهانينا والناموس لسهيل بن سالم بن متعب بن سعيد العفاري. المركز الثاني متعبة لأحمد بن محمد بن عوضي المنهالي سلطان بن محمد بن سلطان بن ميرين قدم النهلة على المركز. او الراشدية وبيات هناك صوب اللبسة. الله يا الغفلي اشكرك اشكرك اشكرك. هذه غلا محمد بن مبارك بن محمد الغفلي الذي ينتزع ناموسي هذا الشوط، ناموس هذا الشوط بجدارة ما شاء الله وبأداء جميل. اشكرك والله، سماها غلا، تستاهل الغلا، تستاهل تستاهل الحشمة ما دام هذا اداها وهذا رقصة في الامتار الاخيرة. اشكرك 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 يا الغفلي. سلام وتحية، سلام متحية للغفري. خلاص يا أخوي خلاص 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 يكفي، هذه ما تستاهل 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 ما دام هيابة الناموس. وبتيب لك إن شاء الله الزعفران في ختامي المرموم. يا سلام محمد بن مبارك بن محمد الغفري على فوز غلاب المركز الأول. المركز الثاني سبعة بيت بالحلوس العامر ينطلق بناموس هذا الشوط، ومرحب يحاول مع المركز الثاني مع المركز الثاني بهذا التقدم وبهذا الانطلاق المتميز بهذه العروض الجميلة والرائعة. بخيت بن راشد بالسيف الشامسي، ولكن وصل وصل وادع وصل وادع. خلف بن راشد النايل الشامسي يصل مع المركز الثاني، ولكن الصدارة والمقدمة وثمين هو الأقرب، هو الأقرب لناموس هذا الشوط. سلام للقطاع الجنوبي، سلام سلام للوجن، سلام بهذا الأداء المتميز ولحظات وصول ذمين. تهانينا للسيب بن عبيد بن حلوس العامري على فوز ذمين بالمركز الأول. المركز الثاني وادع خلب الراشد النايل الشامسي. وهناك ليث سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين. نعود في هذه الانطلاقات، نعود في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق. هذا سياف سويدان بسعيد بن حضيرم على مقدمة الشوط على المركز الأول يتقدم في هذه الانطلاقات في هذا الاندفاع. سياف سويدان بسعيد بن حضيرم الاكتبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. سياف سويدان بسعيد بن حضيرم الاكتبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز. مصدر في المركز الثاني سعادة محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي. المركز الثالث بن حلوكة هذا وصل خليفة بن سالم. شاف دار